مرحبا جميعا اصدقائي، معكم ماك اتش تي بحلقة جديدة. طبعا اغلبنا عنده تخيل انه الموبايلات الصينية هي موبايلات جودتها خفيفة رخيصة مواصفاتها ضعيفة، بس العكس صحيح. ودليل هذا الشيء اليوم حطتنا كتير مميزة عن جهاز بالفعل رائع اللي هو اوبو فايند اكس 2 بنسخته البرو والنيو من شركة اوبو الصينية. تابعوا معنا. طبعا اول شيء بالنسبه للشكل الخارجي، شكل الجهاز بالفعل رائع تماما وكتير شيك وبيعطي انطباع عن الفخامه والجوده، سواء كان جلد او سيراميك للنسخه البرو او زجاج للنسخه النيو، وبالفعل تفاصيل رائعه تماما. شاشه 3K كواد اتش دي بلس او ال اي دي كيرف هاي داينامك رينج 10 6.7 انش، 120 هرتز تردد الشاشه، ومثل ما بتعرفوا كل ما زاد الهرتز تبع الشاشه كل ما عطتنا اكثر انسيابيه للشاشه، وبالفعل الشاشه كتير انسيابيه والوانها بالفعل رائعه تماما ومريحه للعين. بصمة الشاشة اللي صارت ستاندرد بأغلب الموبايلات الفئة العالية اللي رح تقدم لنا أفضل حماية ممكنة للموبايل، وبالفعل استجابتها كتير سريعة والمكان اللي موجودة فيه سهل الوصول له، بالفعل ميزة كتير عملية. كاميرا أمامية 32 ميجا بيكسل. بالنسبة للكاميرا، تريبل كاميرا سيستم، وايد أنجل كاميرا 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.7 اللي رح تقدم لنا أفضل جودة ممكنة بالإضاءة الضعيفة، لأنه مثل ما بتعرفوا كل ما كانت فتحة العدسة أكبر كل ما فاض ضوء اكثر وبالتالي اعطانا جوده احلى. الترا وايد انجل كاميرا 48 ميجا بيكسل بفتحه عدسه 2.2، بيروسكوب تيليفوتو كاميرا 13 ميجا بيكسل بفتحه عدسه 3 يلي رح تقدم لنا 10 اكس اوبتيكال زوم من دون ما يضيق تفاصيل بالصوره، و60 اكس ديجيتال زوم مع ضياء حتمي بالتفاصيل. للصراحه نتائج الصور كانت بالفعل خرافيه وما كنت متوقع ابدا هيك نتيجه، كانت اغلبها صور حلوه مشبعه بالالوان، حتى الوضع الليلي او النايت مود كانت نتائجه بالفعل ممتازة وعطتنا أغلب الصور مشبعة بالألوان وكانت نتائجها كتير حلوة، بالفعل هذا الشيء عظيم. معالج سناب دراجون 865 اللي هو يعتبر أحدث معالج من شركة سناب دراجون اللي رح يقدم لنا أقوى أداء ممكن للجهاز، اللي هو صار نوعا ما هذا المعالج ستاندرد بأغلب الموبايلات الفئة العالية أو الغالية بمعنى آخر. و12 جيجا بايت رام اللي هيقدم لنا افضل سرعه ممكن للجهاز، وبالفعل الجهاز كتير سريع واداؤه مميز. يعني انتم تخيلوا معي 12 جيجا رام لموبايل بهالحجم، بالفعل السرعه اللي عم تتطور فيها الاجهزه سرعه مو معقوله. سعر التخزين 512 جيجا بايت للنسخه البرو و256 جيجا بايت للنسخه العاديه او النيو. طبعا هون في ملاحظه كتير مهمه انه هذا الموبايل ما في مدخل لتزيد سعر التخزين او الميموري. استطاعه البطاريه 4260 ملي امبير للنسخه البرو و4260 ملي امبير للنسخة العادية، بس اكتر شغلة مميزة اللي هي تقنية الشحن من شركة اوبو اللي هي سوبر فوك 65 واط يلي طورتها شركة اوبو بحيث رح تشحن الموبايل بشكل كامل بظرف 38 دقيقة بس. واو، بالفعل هذا الشيء عملي تماما ورح يفيد كل المستخدمين. 1199 دولار او يورو للنسخة البرو بحجم 512 جيجا بايت، 699 دولار او يورو للنسخة النيو او العادية بحجم 256 جيجا بايت. مع الاسف النسخة البرو سعره غالي شوي، بس اذا مفكر بشكل منطقي انه هيك مواصفات قوية جدا سواء كان الكاميرا او البطارية بالحجم الكبير حد ما رح يكون سعره غالي. وللصراحة بعد ما استعملت الجهاز ما لاحظت انه في فرق كتير كبير بين النسختين سواء كان البرو او العادية، الا فروقات بسيطة جدا سواء كان البطارية او الكاميرا، ونوعا ما هي اضخم المميزات واكثر الامور المميزة فيه، بس بشكل عام الجهاز كتير حلو، مواصفاته قوية وبالفعل منظره كتير شيق، وخصوصا البرو بالفعل بالايد مسكته كتير حلوة. وعلى الاغلب شركة اوبو رح تضل ماشي بنفس التصميم بسلسلة الفايند اكس. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة، واستنونا بالحلقة الجاية. Peace.